بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم الأحد الموافق 24/10/2021، تم بحمد الله وصول الدفعة 12 إلى مديرية أوقاف الإسماعيلية بكمية قدرها 2 طن، يكون إجمالي ما وصل إلى مديرية أوقاف الإسماعيلية حتى تاريخه 32 طن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم الأحد الموافق 24/10/2021 وصل بحمد الله إلى مديرية أوقاف بورسعيد 2 طن من لحوم الأضاحي، ليكون بذلك وصل إلى المديرية 19 طن الدفعة التاسعة. اليوم الأحد 24/10 وصلت إلى محافظة دمياط عربة صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف، وهي الدفعة 11 بزنة 2 طن. وصلت اليوم الأحد الموافق 24/10/2021 سيارات وزارة الأوقاف محملة بالدفعة الثامنة من لحوم صكوك الأضاحي ومقدارها 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي. وصل اليوم بتاريخ 24/10 الدفعة الثانية 10 من لحوم صكوك الأضاحي، وكل عام وانتم